يحتفل الفلسطينيون في اليوم العالمي للطفل، وأطفالهم في غزة إما قتلى وأشلاء أو جرحى ومشردين في خيام النزوح، وفي أحسن الأحوال مصابين بنوبات من الخوف والقلق. نحو 6000 طفل ارتقوا أو فقدوا بين الأنقاض هنا في غزة، يحتفلون بالنجاة من الموت بعد أن أدارت الكثير من المؤسسات الحقوقية الدولية الخاصة بالأطفال ظهرها لهم. لا حماية ولا حقوق ولا التزام بأي من المواثيق الدولية التي كفلت حق هؤلاء الأطفال، وحتى من كان في المهد أو قبله، بعضهم قتل في رحم أمه، ومن لم يكتمل نموه كهؤلاء الخدج احتاجوا شهرا من الوساطات الدولية لينقلوا إلى مكان آمن. اليوم العالمي للطفل أطلقته اليونيسف ليكون مخصصاً للعمل من أجل الأطفال وللتذكير بحقوق الطفل وأهميتها في بناء مستقبل أفضل للجميع.